يعني انت دلوقتي اتجننت وعملت دعوة عامة للشباب او للناس انها تتجنن. تمام. طب عايز اعرف قرار الجنان ده، لانه كان زمان سهل يبدو ودلوقتي بقى في متعسر شوية، خدته ازاي؟ هو الجنان نفسه محتاج يعني الواحد يعيد تعريفه، يعني بس يبقى عارف ان الجنان ده هو مجرد تكسير للشكل الثابت اللي احنا عايشينه. نشيل التراب من على البديهيات، نشوفها من اول وجديد، نبص في وش بعض، نفهم احنا مين اصلا. سيبك من كل التراب اللي نزل على وشنا في الايام وفي السنين دي. فكان الجنان بالنسبه لي هو العوده للمفروض يتعمل، مش الجنان اللي هو بتعمل حاجه مش مالوفه. يعني انا فكرت ايه الجنان؟ الجنان انه بدل ما انا بلعب بلاي ستيشن وحدي في البيت وقافل على نفسي مكتئب ومنفض للي بيحصل وقاعد بلعب، طب انا انزل اعمل دوره بلاي ستيشن في حاره في شبرا واقضي يوم في منتهى الجمال ليا انا و15 20 واحد تانيين. ايه المانع انه الواحد يبدل الادوار بتاعه الزوج والزوجه؟ فانا يعني انا النهارده هشتغل في البيت، انا الزوجه النهارده. انا اللي هوضب وانا اللي هشيل البنت طول اليوم وهنزل بيها اجيب الخضار وهنزل اطبخ واظبط يومي بحيث انه اعيش اليوم ده في مقابل ان انا اكثر المألوف. فكان الجنان انه مش حاجه، مش بتشقلب، مش بنط من فوق ناطحه سحاب، لا انا في تفاصيل حياتنا العاديه بس برجع المكعبات مكانها زي ما كانت. يعني طيب يعني انت قصدك ان المكعبات، خلينا نقول انه احنا كنا عايشين في بطريقه فيها عيوبها وميزاتها وكل حاجه، انما جاء حدث يعني كبير قوي غير كل تقاليدنا وكل مفاهيمنا وخلانا مشينا في اتجاهات جزء كبير منها سالب وحبت حاجات ايجابيه، بس الحاجات الايجابيه الحقيقه برايت قوي. تمام. طيب عشان تاخد قرار الجنان في وقت فيه جنان، يعني في الدنيا متجننه وانت بتاخد قرار ترجع الامور لطبيعتها كنوع من الجنان، غريبه. لا اصل احنا كان في كريشندو متصاعد طول الوقت، والكريشندو ده بالنسبه لي قفل في يوم من الايام. فتحت الجورنان مصر اليوم في الصفحه الاولى تقرير بيقول سيده في الاسماعيليه تضع طفلا براسين. فانا حسيت ان احنا جبنا الاكستريم بتاع التوهه اللي احنا فيها، يعني خلاص وصل. والله دي واقع حقيقيه. ففي اليوم ده حسيت ان احنا وصلنا لابعد نقطه في اللي احنا رايحين فيه. خلاص بقى في طفل براسين في الاسماعيليه، احنا يا جماعه بنضيع. لا صحيح. يا رسم. ايه اللي ليه؟ يعني انت بص دلوقتي الخبر ده، انت امتى الخبر ده كان في 2012، يعني بعد الهلاله اللي احنا في نص الهلاله تقريبا كده، يعني او في تلتين الهلاله يعني. فكان يعني اتبروز كله، خلص في المشهد ده. فطيب انا حياتي بقى بتضيع كده يعني. انا كشاب بيعيش اتحسيت ان ده مستقبلنا. يعني الجينات يعني خلاص لعبت في سن المفروض ان انا بندق فيه وبعمل فيه حاجه مفيده، بضيع. انا وصل مرحله الطفل براسين يعني. افكر في حاجه اعملها، يعني ارجع نفسي انا للتراك بتاعي وفي نفس الوقت تبقى حاجه مفيده نوعا ما. فقعدت طول الوقت عندي عروض، تعالى خد ساعه على الهواء في المحطه الفلانيه واعمل اللي انت عايزه، تعالى خد ساعه في الراديو واعمل اللي انت عايزه. فحسيت ان انا هتورط في الخناقه، وطول الوقت كنت بهرب منها، مش عايز اخش فيها. ولو كان في حاجه هعملها تلفزيون فلتكن حاجه فيها حاجه يعني مفيده، حاجه تحرك التربة شوية. فبناء عليه لحقت نفسي بالتجربة بتاعت الجنن دي، يعني أنا بعتبر نفسي لحقت بنفسي بيها شوية يعني، الحمد لله. العقلية اللي شافت الحادثة كده شافت ازاي كل الهلالة بقى اللي كنا بنتكلم عنها؟ يعني من سيبني من الأحداث السياسية لأن كلنا عشناها. صحيح. وكلنا يعني اتهرسنا فيها، وحتى النهاردة لما تحكيها مش عارف أنت لسه مخضوض ولا أنت خدت ويعني تلمت وعارف تبلدت. هي التلامة دي مسيطرة. يعني في ناس دخلت في التلامة. وفي ناس تجاوزت التلامة دلوقتي في مرحلة الإنكار، يعني كأنه ما فيش أي حاجة حصلت. وفي ناس في مرحلة إن هي راحت منها خالص. في ناس بتقيم طعام العشاء
بالموقف السياسي يعني. في ناس يعني عندها قدره ان هي تربط نظريه المؤامره عندها شغاله، فتربط اي حاجه بتحصل حواليها بسياسه فيها ثغره دايما ينفع ان هو يعلق عليها. كله اكتسب مهاره ان هو ينظر، كله اكتسب مهاره ان هو يطلع لك قطه الفطسه في اي حاجه بتعمليها. طبعا بقينا عظماء جدا في النقد، النقد بس يعني بقى عندنا بطارق الشناوي جنب ال 90 مليون مصري النقاد دلوقتي ما يجيش حاجه، مع احترامي ليه يعني. دلوقتي في نقاد في كل حاجه، سياسه واكل وشرب وملابس وكوره ونقد بس، ده نقد مجاني يعني. ده كبت وانفجر. ممكن ممكن بس حضرتك قلتي حاجه مهمه، قلتي ان في جزء في اللي حصل ده كان مفيد وجزء مضر. لو تفتكر حضرتك من 10 سنين لما طلعت قنوات الغنى الدفعه واحده مزيكا وميلودي والحاجات دي، قعدنا وقتها كلنا ايام كان عندي شعر اشد في شعري ومتجننين والغنى بيبوظ. من 10 سنين كان عندك شعر يا عمر؟ بنهزر بقى. لا لحد 2000 وانا اعرفك من قبل ايه ده؟ 2002 والله كان 2001 والله. طب بص هات صور هجيب والله. طب أوكي. بس 2001 لا كان عندي شعر وسوالف ومظبط الدنيا إيه جامد والله، كنت عامل شغل جامد والله. والله. فوقتها قلنا الغنى بيضيع ومطرب كل 60 ثانيه والدنيا مبهدله. بس في انا كان عندي وجهه نظر ساعتها انه الابواب اللي فتحت دي كلها هتطلع طاقات كتير جدا. اللي عليه القيمه هيفضل واللي ملوش لازمه بالوقت بيقع يعني. فده اللي حصل من بعد يناير، اديتنا دفعه، اديتنا ابواب مفتوحه، اديتنا ادوات لممارسه السياسه ووجهه النظر والراي. في ناس كانت شاطره جدا الادوات دي رقتها، وفي ناس خدت البتاع الكهربت يعني مسكت السلك عريان الكهربت او مسكت الكتالوج بتاع الريموت بتاع الغساله بوظت الغساله يعني. في الاثنين يعني. ودايما بقول ان الثوره كانت عامله زي المطر، المطر ده نزل على ارواح سليمه فبل رئها، ونزل على ارواح مترابه فطينها بطين يعني. عمل الحاجتين يعني. فعلى قد ما استفدنا، او يمكن استفاده قليله شويه، مش منوره قوي، مش واخده قيمتها، مش محتفلين احنا برضو كمان بيها، مش مسلطين عليها النور. لكن في المقابل الطين كتير، الطين يعني مزحلق الدنيا مبهدلنا برضو. طيب دلوقتي لما احنا نستعرض الثلاث سنين دول، احنا اكيد مشتركين، رغم انك انت ممكن تكون قادر على تخليق عناصر تخليك اكتر مقاومه مني مثلا عشان فرق السن، لكن في النظره العامه ان الناس كلها همدت اتبطت. أيوة. يعني حصلت حاله اتبطت، وبالتالي مهم قوي اننا ندور ازاي ما كناش بنتبط، ما احنا الجيل الاكبر عشنا مصايب سودة يعني قبل كده يعني. صحيح. انا حضرت مثلا النكسة في صبايا خالص وفاكراها وفاكرة تفاصيلها، ومرينا بقى، وبعدين العبور، وبعدين مش عارف ايه، والصغرة البتاع طالعين نازلين زي الجمل كده، الهضاب عمالة تشيلنا وتجيبنا. لكن النهاردة اللي انا حاساه انه حصل يعني تخلي، او يعني ده نتيجة تخلي شوية عن الرصيد والتراث بتاعنا، وابتدى لما يبقى بيبحث عن بهجة او سعادة بيروح يجيب من اللي كان موجود، لانه الناتج اللي اتعمل طلع فيه ابداع رهيب جدا. يعني البحث عن البهجة والسعادة، التفتيش في الماضي ده بالنسبة لي طبعا، وانا يعني كمان يعني الحنين لفترة الواحد عاشها بكل ما فيها من سذاجة، من ألبومات فوتوغرافيا تكسف، من قمصان تعر، من قصات شعر فضيحة، من نوع مزيكا الواحد كان بيستريح له يتكسف ان هو يتكلم عنه دلوقتي. الفترة دي بكل ما فيها من تعليقات سلبية عليها، لكن هي انا بعتبرها مصدر متجدد. بس انا مش شايفة دلوقتي عمر التعليقات سلبية يعني. احنا فترة قبل كده كنا بنقيم برضو، لاننا كنا اقدر اقول لك في رخاء يعني، في اعمال فنيه كتير وبتاع، يعني بننقد بقى من باب الطرف يعني. لكن فعلا الحاله اللي حصلت للناس انها وحشه قوي كل حاجه. صحيح. ليه انها انقطعت قوي؟ صحيح. بعدت قوي، حد قال لها دروب اللي وراكي ده، انت هتبقي هويه تانية. اقول حضرتك ليه؟ لانه من 95 لحد 2005، او من 95 لحد 2011، مش ثورة مش ثورة واحدة بس اللي عشناها. احنا عشنا اربع ثورات. ثورة الاتصالات الموبايل،
ثورة الدش والديكودر والقنوات الفضائية الكتيرة جدا والوصلة والبتاع ثورة الانترنت بما ترتب عليه وثورة يناير. الأربع ثورات الناس حاسة ان هي تطور عادي وعشنا بيه، لكن الحقيقة ان دي أربع خبطات في الراس غيروا ستايل الحياة بطريقة غير عادية. الموبايل غير طريقة الحياة في كل حاجة. صحيح. من أول الذاكرة كان ممكن تضرب خمس ست أرقام حافظاهم، دلوقتي ميح مش فاكرة. ده أنا كنت بقى ده عمر أدور القرص بتاع التليفون، القرص ده لو حد قاعد قريب مني وبيدور نمرة أعرفها. تخيل فين بقى دلوقتي؟ مفيش. دلوقتي احيانا الواحد يمسك الموبايل يلاقي مكتوب مثلا ايه علي محمد، يقعد ساعتين عشان يفتكر مين علي محمد. علي محمد مش فاكر علي محمد مين. الفكره القنوات الكتيره جدا بتاع الفضائيات، كان عم جهين الله يرحمه يقول لا تجبر الانسان ولا تحيره يكفي ما فيه من عقل لا تجبر الانسان ولا تخيره يكفي ما فيه من عقل ومحيره. فاحنا زمان لما كان عندنا الاولى الثانيه الثالثه كان عندك فرصة للتركيز. انا ممكن اقعد افرج على بانوراما فرنسية ال 45 دقيقة وانا مستمتع، او جولة الكاميرا اتفرج عليها 10 دقائق وانا شايف انا جلال علام وقف طرائف الحلقة من التتر للتتر طبعا فاتفرج مستمتع. انت قديم بقى عمر. طبعا عمري ما انسى مثلا في ليلة كانت نجوى ابراهيم مستضيفة سعيد الارتيست الطبال طبعا وعمل حلقة معاها كان بيعزف لها على خدوده. ايوه نمت صحيت روحت مدرسة الصبح لقيت الناس كلها في الحوش، كل العيال ماشية تعمل كده في البيت كل المدرسة. فإذا كانت الاختيارات قليلة بس كنا مستمتعين بيها جدا وسعداء بيها جدا. ففجأة بقى عندي بدل القناة 50 قناة. نتيجة ده المحصلة أقولها حضرتك في حاجة صغيرة جدا، إن دلوقتي من شروط النجاح على اليوتيوب إنك أنت ما تعرضش على اليوتيوب حاجة أطول من 5 دقايق محدش يتفرج عليها. لان خلاص دلوقتي بقينا في مرحله ان انا بمسك الريموت بتفرج 5 5 5 5 5 فبقت الساعه الذهنيه بتاعتي للفرجه وللمتعه 5 دقائق. فبقى ده شرط النجاح على اليوتيوب. بلس ثوره الانترنت اللي فتحت مدارك البني ادمين وخلقت اشكال للتواصل الاجتماعي، في حين هي مش تواصل اجتماعي خالص. هي تواصل متخيل لكن التواصل الاجتماعي الحقيقي اتضرب في مقتل. بلس ثوره يناير. فحضرتك بتكلميني في 4 ثورات تقال جداً, جدا 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 على البني ادمين في 10 سنين. احنا خدناهم الجرعات مكثفه. طبعاً هم خدوا مراحلهم بره بس احنا اللي خدنا. لا احنا خدنا الحاجات لانه كمان التراث قبلها ما كانش شبه ده كله خالص. يعني ما يعني فين انا كنت سقف معرفتي بساحل العاج افتح كتاب الاطلس علشان اتفرج في كتاب الجغرافيا على صوره بتبين لي ان ساحل العاج مشهوره بانتاج الكاكاو والاناناس لما اعرف شكلهم ايه. دلوقتي اليوتيوب بخش اتفرج على كل حاجه تخص ساحل العاج، تاريخ وجغرافيا وسينما يعني ما اصل انا مره قعدت قدام كنت راكبه طياره وانا صغيره قوي وبجنبي طفله المانيه، انا مسافره من القاهره لالمانيا رحل ابويا يعني، وعندي مثلا 7 8 سنين بقى في عز ما كانش في حاجه بتيجي مصر اساسا. فالبنت اللي جنبي برضو رايحه لاهلها فقاعدين، انا قاعده بقى ببص لها يعني وانا بقى في قرويه منيله على عيني راحه يعني الشعر الاصفر لسه بيجيب لي كده. فحطوا لنا الغداء اتغدينا وبتاع، برضو البنت يعني كما قال الكتاب في كل الحاجات. وبعدين جابوا لها طبق حطوا فيه موزه وتفاح. فانا ايه عارف المصريين لما يبصوا بقى حلوين هتلعب بيهم دلوقتي، ما طفله شمع حلوين. فايه جات لي صدمه حضاريه لما راحت ماسكه الموزه قطعها بالسكينه لقيت جواها موزه بجد. اقسم بالله انا في موزه قد كده مفيش بقى الحاجات دي. صدمات الحضاريه طبعا. كنا محرومين من نعمة الخيال، لكن دلوقتي الخيال بيجي الواحد وهو قاعد مكانه. طيب انت من الناس اللي يعني زي ما معمار كده غواص في بحر النغم، عمر طاهر غواص في قلب ومعاميع مصر، وزي ما تكون خدتها مش اكلت السفرة الشهية، لا ده انت والعطر استحميت بيه والمية قطرت بيها يعني كل عارف كل نسيجك منها. وبالتالي عشان كده شفت الحاجات غير ما احنا النظرة المعتادة للحاجات، يعني من اول شكلها باظت وانت بتحط ايدنا على حاجات معانا، لكن احنا لاننا نمطيين المعلومات عندنا بتقعد كتير مترستقة لحد ما تتغير. صحيح.
يعني شفت حاجات. انا مثلا بلاحظ ان انا ايه لو عايزة اعمل ليلة حلوة على الفيسبوك على اصحابي اللي هو المجتمع بقى اللي مش قادرة اشوفه حقيقي لانه المحور واقف وفي مش عارف مين بتخطف فين والبتاع ده, فبيبقى على الفيسبوك. فاقوم قايله ايه, انا من الجيل اللي كان الراديو بتاعهم عنده شاشه كده معموله بالكنفاه مش عارفه ايه, قد تقوم الناس داخله تمام 9000 مشاركه على طول طبعا كل واحد طبعًا. يا حبيبي عمال يجيب فاكره الشوكولاته الكورونا فاكره الكريكت اللي كانت بتنط فاكره حفله 9 الصبح في سينما مترو فاكره ممر سينما راديو لما كان في محل الاسطوانات ندخل نسمع الاسطوانه ببلاش ويقوموا مركبين لنا حلتين كده ونقعد تخش تلاقي ناس كده عماله تقول حاجات كده انت مش سامع طبعا بيقولوا ايه, وبعدين ندفع مثلا ايه تعريفه لو انت هتسمع وتقعد تبرطع بقى في الدكانه بتسمع او مش عارف الاسطوانه كانت 3 ساغ ونص ولا ايه ويدوك معاها باغه كده تحطها في النص عشان تعرف تقلبها على البيك اب والحاجات دي. لحد مثلا من 10 سنين او يا سيدي خلينا قبل الصاغ خلينا دايما نقول كانت ولادي مثلا تبص لي ايه المعلومات يا اسطوانه بتاع باغه وبتاع اقول لهم ساعات من غبائي كنت اقوم شايله الاسطوانه هقلبها بقى واقوم شايله البتاعه دي وقلبها الاسطوانه وحطها تاني هي هي بص الغابه ومدخلاها تاني حاجات كده 45 لفه ومش عارفه ايه. دلوقتي الولاد بيجروا جدا بشبق رهيب على الكلام ده صحيح. كانك بتبحث عن جدرك صحيح. كانك بتدور على حاجه تثبتك في الارض صحيح. لطير صحيح. وانت بقى ماهر قوي في الحكاية دي, يعني ماهر في انك تقول تفتح مفتاح بهجة والناس تجري وراك. الحمد لله الله يبارك لك يعني بجد, ودي نعمة ربنا ده ساعات ايده فرطة كده مع ناس في حاجات يعني سبحان الله جميل يعني هو ايده فرطة على طول بس اللي يعرف لا هو ايده فرطه بس بمكاييل يعني يدي واحد حلاوه ويدي واحد زكاوه ويدي واحد قبول ويدي واحد شعر. الناس بس عايزه كل الحاجات بغباوه برضه, ما هو ده الغباوه نمط يعني في ناس غبيه ان انت صح. كويس مالك ده انت ربنا يعني فارط ايده معاك زي ما ربنا فارط ايده مع البلد دي جدا. انا ساعات اقول يعني يا رب هل احنا شعب ما يستاهلش مثلا اننا يبقى عندنا النعم دي كلها, كل حاجه اداها لنا, شمس ادانا, بحور ادانا, نهر ادانا, ارض زراعيه ادانا, طيابه ادانا, اصل ادانا, اثار ادانا, زكاوه ادانا, ما قصرش صحيح. فالمهم انه دلوقتي الناس عايزه او احنا يمكن نقدر احنا اولاد صاحبه السعاده اللي انت عايش في رحابها دي نقول ننور على نقط. شخص اصطاد واحد فعلا مهروس فعلا خلاص لا قادر يبص على برامج ولا قادر يعمل حاجه وخايف ينزل لا يتخطف وخايف لا بتاع الجمبومبه مش عارف ايه كل التركيبه يستمد بهجه منين؟ لسبب بسيط ان احنا قبل الثلاث سنين وخليني افضل حطها مع ان يعني لا الموضوع اطول من كده وممتد كده لكن كنا حالنا زفت برضو صحيح. وطول عمرنا فقراء يعني مش اغنياء ولا حاجه ما عندناش الشعوب المتنزهه لكن في بهجه في نوستالجيا في ذكرى حلو طبعا. في قدره على انك تصنع من اللحظه البايخه تحوشها طبعا. عشان هتضحك عليها طبعا. بعدين طبعا. بس انا شايفه انه الثلاث سنين دول اللحظه البايخه انت ضحكت عليها اوريدي وخلصت يعني ما بقتش رصيد للي جاي صحيح. انت خدت القلم صحيح. وضحكت عليها واتمسخرت على نفسك وتحولت لمراره ودورت على اللي جنبك لطشته بالقلم والليله باظت صحيح. اذا برضو محتاج ترجع قول لي ايه الروشتة. قول لي ايه الروشتة. طيب انا عندي بس وجهة نظر ان الروشتة دي يعني ايه ما بقاش فيها ما فيهاش جزء عام كبير, هي روشتة شخصية يعني هي في جملة من كتر ما هي اتقالت كتير بقت مبتذلة وبقت شكلها بايخ وبقت لما تتقال يعني بتدل على تدني المستوى الذهني للي بيقولها بس انا هقولها وخلاص لان انا مقتنع بفكرة انه السعادة جزء كبير منها قرار طبعا ان انا لازم اقرر ان انا هبسط بحياتي طبعا. ولو ما كانش الانسان عموما في تجربه الحياه كلها مقرر
ان هو يتبسط بحياته، كانت الناس كلها حياتها انتهت في حاجات ابسط من اللي احنا فيها. يعني كان الفقير حياته انتهت، اللي عايش في حرب حياته انتهت، اللي عايش وسط ديناصورات حياته موت نفسه. ففكره ان الانسان يبقى واخد قرار ان هو يعيش واخد قرار ان هو يستمتع بحياته، ده في 50% من الموضوع القرار بس. انا لما ببقى يعني صاحي مقرر ان انا يا جماعه النهارده انا هتبسط وهبقى هتنيل اتبسط، يعني ما اي حاجه بتحصل هعرف اترجمها. زي ما الصينيين كانوا بيقولوا زمان ما فيش حاجه اسمها حظ. في بني ادم بيبقى عارف بس هو عايز ايه. فانا لو انا عارف انا عايز ايه، اي حاجه بتقابلني بخليها تخدم على اللي انا عايزه. فانا عايز اتبسط، فلو صحيت الصبح فتحت الراديو على اذاعه الاغاني وسمعت بغني والاسماعيل ياسين بيقول اي حاجه، بيقول حما زائد حما يبقوا حماتين، ولا اشوف العمى ولا اشوف الاثنين، انا هتبسط. انا خلاص ده في حد من زمن تاني هتامل ايه الحلو في الموضوع ده. في حد من زمن تاني بالجرأة دي بخفه الدم دي وقال ايا كان. عندي ذكريات يطلع منها سعاده، عندي الناس اللي حواليا يطلع منها سعاده، عندي فكره ان انا اقدم يعني السعاده دي عامله زي الحسنات بتاعه ربنا، مش الحسن وعشر طبعًا امثالها طبعًا. التقديم السعاده ده بعشر امثال طبعًا. وانا عملت 7 حلقات في الجنن عدى عليهم سنه بس. انا حاسس كاني عملت حلقه كل اسبوع ومستمرين لحد النهارده. لحد النهارده يعني بيقابلني ناس كانوا لسه شايفين الحلقه النهارده الصبح وبنفس رصيد المحبه والاعجاب. ليه بقى؟ لأنه الناس بتستدعيها، لأنها بتبحث عن لحظة السعادة وعارفة أنه المنطقة دي أنت قدمت فيها، ولأنه محتاج للمادة جدا، ولأن المادة تصلح بالظبط. وانا قدمت، قصدي فخدت الناتج. يعني انا قدمت حاجه بسط حد وعمال الم في الناتج لحد النهارده. يعني مش انا مش عامل شو كبير ولا بتاع، هم 7 حلقات على النت. يعني لو ما عندكش نت مش هتتفرج، بس تشافوا وبلم الناتج لحد النهارده. الطموح فيه سعادة، القراية فيها سعادة، الفن بكل مستوياته فيه سعادة. الفن سواء كمتلقي أو كمنتج. يعني في ناس ربنا رزقها مثلا بحاسة التذوق للوحة أو للغنوة أو للسمع أو للرؤية، دي مساحة للمتعة احيانا بيهجرها علشان هو عنده ميتنج على ميتنج على مشكلة على روح نام. فعد عليه شهرين ما فكرش ان هو يقعد قدام ساعة مثلا قدام حفلة لأم كلثوم على روتانا. يتفرج بالليل على نوع الجمهور ونوع العازفين والأصاب جه هو ميت وراه أم كلثوم. يعني في حاجات، قصدي البلد دي مليانة، البلد دي يعني انا شايف ان هي كان قاعد جنبها. انت والله العظيم مفتري، أصاب جه كان جنبها على طول. لا بس اللي يعني كان ورا كان طقم الكمال. لا هو كان وراها وخطوه قدام عن الفرقه، يعني كان في النص بينها وبين الفرقه. لا هي صبجي وبعدين القانون وبعدين صالح. الحفناوي كمانجا ورا كان الحفناوي ده كان برنس مثلا. انا لو فتحت حفله ولقيت الحفناوي بياخد عين اكتر من ام كلثوم في كده حاجه يعني ما لورد. يعني في تاريخ الرجاله ما اتكررتش. وراجل لا، وعلى فكره عازف مهم جدا الحفناوي. يعني انا يمكن ما لحقش وقتها يعمل سولوهات. يعني كان اللي اتخدم عليه قوي انور منسي في الافلام والبتاع، بس الحفناوي يمكن ما خدش الجلامر بتاع. لا لو كان عايش كان عمل حاجات مزيكا مهمه، كان خدوها حطوها في الاسانسيرات زي عمر خيرت دلوقتي. يعني الحمد لله ان هو يعني توفى بدري يعني. لا والله يا عمر كان عندنا تاريخي جدا. فالبلد مليانه. انا التاريخ لوحده في حد ذاته، التاريخ كمذاكره كقرايه كفرجه كسمع كنميمه كأخبار مسلية كحاجات تافهة. التاريخ نفسه مادة للاستمتاع غير عادية. يعني احنا نسينا الذاكرة والخلق داء قوي بالظبط يعني. بس انا هقول لك حاجة، انا يعني انا من الناس برضو الاكتئابية، بما ان انا كنت كوميديانة وساعات اكتب شوية مقالات فيها يعني بتاع، لكن انا انت اكيد فاهم انه ده بيبقى طبعا مايل للاكتئاب جدا. طبعا الواحد بياخد من اللحم الحي برضه عشان يطلع. فاقوم اصحى الصبح، في كان جالي فيلم كده بيعكس حاله الملل، يعني المفروض انه جديد وكده. يعني فانا لقيت ان انا كنت هتوفى يعني من اول 10 يعني انت بتصور حاله الملل بان واحده احنا وبعدين ساعه بقى بصت شايفين افلام الجوائز دي فانا قعدت. وبعدين اقوم قايله لنفسي ايه، مش انت نصحتي الناس في برنامج او فيلم تسجيلي كنت عملته
ان انت بتاخد قرار انك تبقى سعيد الصبح فتحكي يمكن الدنيا فاقوم عامله كده بس بس مش قادره مفيش خالص لكن ابتدي اعمل دي خلقه دي يا رب الحمد لله الحمد يعني تمام تمام كده لحد ما تجيلي كريزه ضحك فهي على فكره التجربه مش صعبه طبعا يعني نقدر انا مقرر اعمل كده لاننا حتى زي ما استاذ ابراهيم عيسى بيقول لي ان احنا عندنا فلسفه الضحك في المياتم دي حاجه مش معقوله طبعا مش معقوله في الشعب كده طبعا وانا بشوفها في حته مبهجه انه يعني ما فيش حاجه بتقف قدام انه يتريق على روحه ويتمسخر وبتاع لانه عارف ان الموت هو الموت وانه هياخد حزنه لما يروح البيت وبتاع وكان دايما حتى الساخرين في حياتنا يعني مثلا بهجة قمر قال لو عرفت يا اولاد اللذينة ان حد عيط عليا هنزل اضربه بالشبشب يا سلام والله العظيم جليل البنداري برضو كان موصي احمد رجب يعني احمد رجب كان بيعتبر نفسه ابن الجليل البنداري وبعدين انت عارف كان موصي قال له لو مت اوعى تكتب مقال في اي حزن عليا فكتب احمد رجب مقال عنده من اكثر المقالات اللي بتضحك في تاريخ احمد رجب عن وفاه جليل البنداري اكيد احنا دفننا بهجة قمر ورجعنا قعدنا يعني هو قاطع بينا جدا وانا حاضره بقى كل السكشن الاخراني ده لحد تحت وبعدين قعدنا كده وبعدين قلنا لا احنا بهجة قال نشرب في صحته كاس عرقسوس ونقرتق نكركع الكلمه اللي ما كانتش عاجبه رامز وفعلا كريزه ضحك يا عمر والله العظيم كانه روحه حضرت وعمال هو بقى بهجت كركع لمده ساعتين بالعند في رامز جلال الروح حتى حلوه لما بتبقى حلوه بترجع حلوه وبتصير بهجه حتى في ذكراها فيعني النهارده انت شايف ايه مواطن البهجه؟ انا بشوف في النزول من البيت وببقى البيت عندي مخنوق بنزل بتحرك في مربع البيت ما بين الكشك والقهوه والمخبز والسايس المربع ده فالتعامل مع الناس اللي من ثقافات مختلفه ومن افكار مختلفه بيديني دفعه يعني شحنه كده ما ببقاش عارف اعملها ازاي برجع البيت كاني كنت في الملاهي يعني بسمع من هنا جمله وبسمع من هنا فكره وبسمع وجهه نظر صح او غلط او مبالغ فيها او فيها حاجه يعني مش منطقيه لكن بتدي طول الوقت شحنه وبتقلب الافكار اللي في دماغه وبتضحكه وبتطلع عنده حاجه تخليها يتامل فبتبقى فيها حاجه يعني الاحتكاك بالناس ده فيه حاجه مفيده انا مش هنزل بقى اركب المترو ولا اركب التاكسي ولا اقعد على القهوه واخد جنب يعني انا بحب استمتع بفتح الحوارات الجانبيه الهامشيه دي مليانه ثراء انساني غير عادي بستمتع باللعب مع طفلتي بشوفها مصدر يعني للسعاده ولحظات الهبل الجميله يعني عمر طاهر امير قصي فامير قصي عمر طاهر على طول مفيش اي حاجه بستمتع بالتواصل الانساني او الجزء بتاع صله الرحم تحديدا يعني فكره التواصل مع الناس من لحمك ودمك ولو حتى على سبيل التليفون على سبيل الاطمئنان قالوا عامل ايه مش لازم تبقى المكالمه قالوا البيئة في حياتك او قالوا بكل سنه طيب يعني في احيانا مكالمات كده بلا هدف يعني ايه الاخبار عاملين ايه كويسين اي نميمه اي حاجه تضحك بستمتع بالفن يعني بشوف في الفن مصدر كبير جدا للبهجة قصدي انه يعني طول ما انا مقرر ان انا ما ضيعش وقت من غير ما اكون مستمتع بيه ده وقت انا بتضايق عليه بعد كده يعني هو بيجيلي فعلا لحظات ببقى مش قادر اتواصل او اتعامل بس بتضايق على الوقت ده بحس ان في يومين ثلاثه ضاعوا مني من غير لازمه ببقى فعلا متضايق عليهم وعايز اعوضهم والوعي ده لازم ينتشر برضو احساس الناس بانه العمر فعلا قصير لان تتغمض وتفتح تلاقيك بقيت صحيح. مثلا في سني في سنين راحت مثلا اتقصفت كده بس القرار ده يعني اتمنى ان احنا يمكن من ان شاء الله يعني نقدر كاحد جنود هو بص مش موضوع في اقدر ولا ما اقدرش هو موضوع انه ايه الاختيار يعني انت عايز تعيش الحياه ولا مش عايز بس هو ده يعني مفيش عندي ايه البديل لا انا قصدي ان انت بتوجه الناس لقرار ان هي لديها من الثروات ما يكفي طبعا. انها ترضى وما تحسش كده انها في الطل يعني صحيح. لا ده انت مسنود سندة كبيرة جدا وبدليل حاجة غريبة برضو لما انت بتقولي بنتي وكده انه الناس فجأة بدون اي مقدمات في يوم الاستفتاء
قرروا يرقصوا بلدي، يعني كأن ده طقس كانوا محرومين منه او بيردوا بيه على فاهم، على مود كان غم في البلد. فتحس انه هو كان في ايه، الناس جميله، وبعدين اي عمر واي سن واي حجم واي حاجه، يعني الزراير بتاعه البهجه موجوده. يبدو اننا بس عايزين نعمل كده ونقول له اهو الزرار اهو. صحيح. فانا هعتبر ان انت النهارده يعني نورتني وشرفتني ووعد، ولا مش وعد، انا خلاص اقتنصتك انك حصل. انت معانا في اننا ايدي على ايدك، لاننا ولاد الست صاحبه السعاده دي. نحاول ويا رب الناس تستجيب اننا نحط ايدينا على مواطن البهجه طبعًا. والسعاده طبعًا. في مصر. حصل خلاص. عندي بس نقطه اخيره بس. ايه دلوقتي يعني بما ان يعني صاحبه السعاده يعني في جزء في السعاده، ما احنا محتاجين ندرب الناس عليه. احنا دلوقتي ما بنعرفش نتكلم مع بعض اصلا. يعني فكره الحوار ما بيننا منقطعه. وسببها ايه؟ انه 3 سنين برامج التوك شو، الضيف البرنامج الناجح هو اللي بيركب على الضيف التاني. يعني اللي صوته بيطلع على الصوت ده ويقول له انا ما اتكلمتش وما قطعتكش واديني فرصه، ده اتيتيود اتنقل للناس، بقى الناس كلها بتكلم بعض كده خلاص. فاحنا نسينا فكره انه ازاي حضرتك تتكلمي، فافضل اسمعك بشكل كويس جدا لحد ما تخلصي، وبعد ما تخلصي الخاص لك كلامك، اقول لك يعني حضرتك قصدك كذا وكذا وكذا وكذا، طبعا مختلف معاكي بقى الاسباب التانيه. طريقه الكلام دي ما بقتش موجوده. يعني وده نص العيا ونص الزهق ونص الخناقات ونص البيوت المقفوله في وش بعض والاخوات اللي مخاصمين بعض والزوج والزوجة اللي مدين ظهرهم لبعض. ده جزء منه انه ظرف السياسة مضطرين نعيش فيه، فمش عارفين نتعامل معاه. واول حاجة ضربت فيه الحوار. وبما اننا فشلنا في الحوار في السياسة، مش بنعرفش بعد كده نتكلم في حوار ان احنا نتعشى ايه مع بعض النهاردة. فاليوم كله باظ. فعايزين نشتغل على الحتة دي ان شاء الله. هنشتغل مع بعض.